بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في محافظة بيت لحم وبقية المحافظات الفلسطينية بعد إغلاق استمر نحو 3 شهور بسبب تداعيات وباء كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم، حيث تم السماح بعودة التنقل في المحافظة واستئناف كافة الأنشطة فيها، كما عادت الكنائس والمساجد فتح أبوابها أمام المصلين والزوار مع التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل الدخول إليها. وقد عبر المواطنون في بيت لحم عن فرحهم وسعادتهم بفتح دور العبادة وبالذات كنيسة المهد التاريخية وعودة الحياة الاعتيادية كذلك إلى مدينتهم. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. على الرغم من جائحة كورونا إلا أن هناك الأمل بغد أجمل، هذا ما يعيشه سكان محافظة بيت لحم، الأمل بحياة جديدة. فأهالي مدينة بيت لحم يتحدون الكورونا عبر التكافل والأمل بيوم مشرق. وفي كلمة لقائد كشفي عبر عن وحدة الصف الوطني لدى المجتمع وهو نداء الواجب، قدمت الخدمات الإنسانية للمحجورين في زمن الجائحة، حيث تم تأمين الحماية والأمن والأمان، وقدمت خدمات أخرى من احتياجات ولوازم عديدة، وذلك وفق المبادئ الأساسية للحركة الكشفية التي تدعو بالالتزام بالواجب نحو الله والوطن والإنسان. وبالإضافة إلى أن جذورنا تمتد للعام 1924، ومنذ هذا التاريخ ونحن نعمل استناداً إلى المبادئ الأساسية للحركة الكشفية التي تدعو للالتزام بالواجب نحو الله ثم الوطن فالإنسان، واسترشاداً واستناداً إلى هذه المبادئ نقوم بصياغة خططنا وأنشطتنا وبرامجنا وفق هذا المنطق ووفق هذا المعيار. وأثناء الفترة الماضية كنا قد عملنا على إنجاز مخطط في العام الميلادي الجديد 2020، وكان من المقرر أن نقوم بحملة تدعى كلنا بيت جالة وطن واحد قلب واحد، وكان من المقرر أن نبدأ بها في الأول من آذار، وهذا ما كان فعلا. وفي الخامس من آذار كما تعلمون مررنا بأزمة جديدة اسمها أزمة كورونا أو جائحة كورونا، فكان من الواجب علينا أن نقوم بتلبية نداء الواجب تجاه إخوتنا وأخواتنا في المدينة في مدينة بيت جالة، لأن مدينة بيت جالة على مستوى فلسطين كانت من أولى المدن التي أصابها هذا الفيروس. وانطلاقاً من هذا الواجب الإنساني قمنا بتقديم الخدمات الإنسانية للأسر المحجورة والمستورة انطلاقاً من مبدأنا وقانوننا الكشفي كما أسلفنا، وانطلاقاً من ذلك استمرينا في تقديم الخدمات على مختلف المستويات، وقد قمنا بتدريب المتطوعين على كيفية التعامل مع هذه الحالات من أجل توفير الأمن والحماية لهم وللأسر التي تعرضت لهذا الفيروس. فقمنا بتقديم مواد تموينية عينية طبية صحية، كما وقمنا بتقديم حملات التبرع بالدم والتآزر أيضا والتلاحم مع إخوتنا المسلمين وأيضا في الحواجز الأمنية، وأيضا كان لنا دور في الأسبوع المقدس في الحفاظ على النظام في داخل الكنيسة وأمن المواطنين وسلامتهم، وكان ذلك من واجبنا الديني. ومن واجبنا الديني أيضا أن قمنا بالوصول إلى العديد من الناس بواسطة كاهن الرعية الأب حنا سالم والأخوات الراهبات بتقديم سعف النخيل و قطف والزيتون وغسل وأغصان الزيتون وإيصال البركة إلى بيوت أهالينا في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، والتي كان من الممنوع أن يخرج الناس إلى الخارج، وبالتالي البركة وصلت إلى هذه
العائلات. نشكر كل من ساهم في دعم وإسناد هذه المجموعة وهذه الأنشطة التي تعمل على تلبية الحاجات الإنسانية، وأيضا نشكر كل من ساهم في إنجاح وإنجاز هذه الأعمال من أجل الوصول إلى هذه الفئات المحتاجة، كما ونشكر فضائية النورسات التي تواكبنا يوما بيوم وحدثا بحدث من خلال مراسلتنا الرائعة مارلين الحذوي. شكرا جزيلا، فبالشكر تدوم النعم. هي بيت لحم التي تكبدت خسائر فادحة في جميع القطاعات كباقي المحافظات والدول العديدة والعالم أجمع. كون بيت لحم مدينة تعتمد بالدرجة الأولى على القطاع السياحي من فنادق ومطاعم وحرف يدوية ومتاجر سياحية، مما أدى إلى تراجع وتدهور الحركة الاقتصادية وتوقف عجلة الاقتصاد، مما زاد عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي. أما بالنسبة للشارع العام فعادت الحياة لطبيعتها، ولكن ليس كالمعتاد، فهناك المرافق والمنتزهات العامة التي فتحت أبوابها أمام الزائرين، وكما نرى بأخذ كامل الاحتياطات والإرشادات اللازمة لحماية وأمن المواطن. نحن اليوم في منتزه برك سليمان، بنحب أن نذكر أن منتزه برك سليمان تم إغلاقه بناء على تعليمات وزارة الصحة ووزارة السياحة في الفترة اللي كان بها الكورونا، وحاليا ضمن تعليمات وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بعودة فتح المناطق العامة والمنتزهات، تم فتح المنتزه ضمن الإجراءات والتعليمات الصحية والحكومية المطلوبة، حيث بيتم أنه أخذ درجة الحرارة وبيتم إعطاء تعليمات لجميع الزائرين والموجودين في المنتزه ضمن الأعداد المسموح فيها وضمن الإجراءات الصحية المطلوبة، وتم عمل توزيع المقاعد وتوزيع الأماكن بطريقة متباعدة بحيث تضمن سلامة الجميع. الحمد لله بيت لحم شبه انه خلصت كورونا منها، ولانه الناس خلص زهقت وهذا، فطلعنا على منتزه البرك منطقه رطاس، والحمد لله في تباعد بين الناس وعلى المدخل اخذوا حرارتنا، والحمد لله كل شيء تمام، وان شاء الله بتضل الدنيا هيك، ان شاء الله بتنتهي كورونا من الكل من وين ما كان. وبنشكر الله انه بعد موجة كورونا انه الحياة طلعت رجعت لطبيعتها، والناس بدأت في النشاط والانتشار وفي اعمالها، وكلش تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله انه بشاهد انه الامور رجعت لطبيعتها بعد جائحة الكورونا اللي استمرت حوالي 3 أشهر وتعطلت مصالح الناس، والحمد لله انه الكنائس والمساجد فتحت ابوابها تستقبل المصلين. رجعنا نشتغل بعد ما سكرنا تقريبا 3 شهور بسبب الوباء اللي اجتاح العالم كله، واحنا ان شاء الله هلا رجعنا نشتغل بشكل جزئي عن ما كنا نشتغل اول، لانه ما فيش اشغال زي ما كانت في السابق، ولكن احنا لما بنشتغل رجعنا نشتغل بحذر وقاعدين منعقم ونلبس الكمامات الواقية ومنحاول منكون اتكال على الله في كل شيء. احنا الحمد لله بيت لحم تعافت وان شاء الله بتصير الامور احسن، بس لازم ندير بالنا ناخذ اجراءات وقائية اكثر، الناس مش ماخذ الموضوع بجدية، التباعد الاجتماعي، التجمعات كثيرة، لازم ندير بالنا من هاي النواحي، اجراءات الوقائية، الكمامات ضرورية جدا. طبعا اكبر نعمة عنا انه رجعت الكنائس انفتحت وكنيسة المهد، وان شاء الله عن قريب بنستقبل الحجاج من كل انحاء العالم، وكل أنحاء العالم يعني نخلص من هالكورونا، والمساجد برضو الحمد لله فتحت ودور العبادة كلها هلأ منيحة، بس لازم ندير بالنا بالنسبة للإجراءات الوقائية في هاي الأماكن بالذات. وأيضا فتح دور العبادة من كنائس ومساجد مع أخذ جميع لوازم الإرشادات الوقائية المتبعة. نشكر الله بنعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بأنه الكنائس في دولتنا الأبية فلسطين قد عادت من جديد وفتحت أبوابها، وقد نشكر الله أنه يعني جائحة كورونا في مدينة بيت جالا وفي بلدنا الحبيبة فلسطين قد اندثرت وراحت، وعاودت الكنائس فتحت والناس رجعت
حتى أنه تصلي في الكنائس، وعادت لكي تمتلئ الكنائس بالمصلين، ورويدا رويدا يعني بلشت الحياة ترجع في المدينة، وبلشت أيضا المناسبات. طبعا إحنا هنا في مدينة بيت جالة، طبعا في فلسطين، التزمنا بقرارات رئيس دولة فلسطين الرئيس السيد محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد شتي، وزيرة الصحة. بس الحمد لله نشكر الله يعني، والتزمنا بكافة الإجراءات الوقائية، لكن نشكر الله كانت فترة صعبة اللي مرينا فيها، خصوصا بأنه كنايسنا كانت فارغة من المصلين، وكان وضع مقلق وضغط نفسي على الجميع. لكن نشكر الله أنه لم يتم هناك تسجيل في الوقت الحالي أي إصابات عنا في مدينتنا في بيت جالة، ورجعت الكنائس الحمد لله على هذا اللي إحنا بنعمة ربنا يعني توصلنا له. وطبعا يعني نأمل من ربنا مخلصنا يسوع المسيح إنه دائما يكون القادم أجمل، وما يعاود يصير اللي صار فينا كمان مرة. الناس كانوا يستاءون عندما يقال في السماعة في الأذان صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. الناس كانوا يحبوا يقولوا حي على الصلاة وحي على الفلاح، وكانوا يحبوا الناس المسجد يظل مكان روحاني مثل بقية دور العبادة يأوي إليه الناس عند الشدائد وعند الضرر، يبتهلون ويستغيثون بالله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الضرر. فعندما فتحت هذه المساجد لاقى استحسانا وارتياحا من الناس، وإقبالا كبيرا على الصلاة في هذه المساجد. طبعا لا شك أن هناك من أخذ الاحتياطات اللازمة مثل السجادة الخاصة أو الكمامة، والبعض يعني تساهل ولم يلتزم، لكن يعني كان الجو العام جو حلو وجميل ورائع، والإيمان فعلا يعني أصبح يمارس في الحياة العملية. عندما تقام الصلاة في داخل المسجد يشعر الإنسان بمزيد من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هي مدينة السلام، مهد السيد المسيح له المجد. بالإيمان والتحلي بالصبر والالتزام بالإرشادات الوقائية استطاعت أن تتغلب على جائحة كورونا. بيت لحم مرت في ظروف مشابهة في عام 2002 عندما أغلقت المساجد والكنائس إبان الحصار الإسرائيلي لكنيسة المهد، وعاشت الناس بذات الظروف الإيمانية اللي عاشتها في عام 2020، يعني بعد مرور 18 عام على تلك الواقعة، وصدفت بأنه الواقعتين أجوا في شهر تقريبا نيسان يعني في الربيع. فتجربة الناس كانت في عام 2002 متلهفة لإعادة فتح الكنائس والمساجد في مدينة بيت لحم بعد ما تم الانسحاب الإسرائيلي من بيت لحم. وفي الفترة هذه يعني خلال فترة الأشهر الثلاث الماضية كان في هناك دائما مطالب للمواطنين في بيت لحم بضرورة فتح دور العبادة للعودة إلى مكانتها في ممارسة المواطنين لإيمانهم ولعباداتهم. والحمد لله إنه بيت لحم رجعت لحياتها الطبيعية، تجاوزت فترة الكورونا ورجعت الأمور اليوم بارتياح لحياة بيت لحم الطبيعية. يعني المواطن اليوم مرتاح إنه بمارس دوره شعاره الدينية في الكنائس والمساجد بدون أي قيود. مظبوط لازم يأخذ إجراءات السلامة والوقاية، ولكن بضل في هناك ارتياح وبضل في قبول إنه الناس رجعت على طبيعتها وإلى حياتها الأصلية في ممارسة شعائرها الدينية في دور العبادة في المدينة. بيت لحم ستبقى صامدة ومتعافية رغم كل الصعوبات التي أحاطت بها بفعل جائحة كورونا الذي عم العالم أجمع. لنورسات مارلين الحدوة، بيت لحم.